السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي أولى ثانوي، أهلا وسهلا بكم في قناتنا هير عليم. إن شاء الله مكملين حل كتاب هالو ديتش، وصلنا لصفحة رقم 26. طبعا لو فاتك الفيديو اللي فات بتاع من بداية الكتاب هتلاقيه موجود في القناة، هحط لك اللينك في الوصف. نكمل صفحة 26 مع بعض. أول سؤال بيقول لي، طبعا الأسئلة اللي هنا في صفحة 26 على أدوات الاستفهام، فلازم أكون حافظهم كويس. أول سؤال طبعا هقول في هايز دو، عشان بقول إيش بين أنتون، ده السؤال بتاع الاسم. في هايز دو، حاول أترجم كمان معاكم عشان لو حد ما بياخدش درس أو حاجة. في هايز دو يعني ما اسمك، ده أول سؤال طبعا في الدرس الأول. بعد كده تاني سؤال هقول له فاس شبريشن زي، عشان في الإجابة بيقول لي تركيش، وده طبعا تاني سؤال. ماذا تتحدث حضرتك؟ فاس ماذا؟ رقم ثلاثة هو من زي وقال لي في الإجابة أوس ديم إيران. طيب انت عايز المفاجأة هنا، انا هقول لك احفظ حرف الجر اوس لما تكون في الاجابة، واحفظ اداة الاستفهام فوهير، يعني لما يكون عندك اوس في الاجابة من، يبقى بسأل عليها باداة الاستفهام فوهير. خلاص كده يبقى فوهير، من اين تأتي حضرتك؟ قال له من ايران. يبقى عشان كده بنقول حرف الجر اوس اربطه دايما باداة الاستفهام فوهير. رقم أربعة طبعا فير استدس، من يكون هذا؟ فير من للعاقل، لازم طبعا أحفظ أدوات الاستفهام. فير استدس قال لي دس استكار. سؤال رقم خمسة بيقول لي است يوليا، قال لي أوس فين. أوس فين يبقى أوس هنا من، قلت لك أوس اربطها بأداة الاستفهام فوهير طبعا، عشان هنا عندي أوس من يبقى فوهير من أين. رقم ستة بيست دو يتست، قال لي ان لايبتسيج. طيب هو هنا في غلط الطالب كان عامله، هو هنا في اداه في الاجابه في ان، ادام عندي حرف الجر ان فعلى طول بربطه باداه الاستفهام فو، يبقى اذا لما يكون عندي في الاجابه اوس بسال بفو هير. طب لو عندي ان حرف الجر بسال بفو اين، يبقى دلوقتي انت عرفت معلومتين معايا، اذا عندي في الاجابه اوس بسال بفو هير، طب لو عندي ان يا هير هسال بفو اين. بعد كده رقم سبعة طبعا هتبقى فاس بريشس تو دو جود سبانش، ده السؤال بتاع اللغه على طول عشان غير عاقل فبسال بفاس. رقم 8 بيقول لي قمت اوس بايرن، قال لي في الاجابه ايه؟ فراو كاوفمان. اذا هنا غير بقى، يعني في طالب هنا عشان شاف قمت، شاف الفعل قمت فيقول لي فوهير، طب ترجم كده من اين ياتي من بايرن؟ قال لي فراو كاوفمان. لا طبعا هنا بقى هو غير السؤال، هو هنا حط ايه؟ حط الفاعل فراو كاوفمان، ده الشخص العاقل، يبقى هسال عليه هنا فير من، يبقى مين اللي جاي من بايرن؟ قال له فراو كاوفمان، يبقى كده السؤال صيغته صح، عشان في طلاب بيشوف الفعل قمت ياتي فهو حافظ بوهير كونست بيقول لي يا هير هنا بوهير، لا طبعا في الاجابه بسال على عاقل يبقى فير من. رقم تسعه عندي اوس اهو شبانيون زي ما اتفقنا، حرف الجر اوس يبقى على طول فوهير، من اين تكون. رقم عشرة بيقول لي ايست اندرياس مولر داس بين ايش، ايش اهو ده هنا عاقل اهو، يعني انا في الاجابه عاقل يبقى هسال بفير من. رقم 11 عندي في الاجابه ايه؟ ان كايرو، قلت لك ادام في ان واسم بلد يبقى بسال على طول بفو. رقم 12 السؤال بتاعي طبعا النام فير بيست دو ماي نام است زاور، يبقى فير هنا من للعاقل. رقم 13 السؤال برضو بتاع النام في است داين نام، طبعا دول ثلاث اسئله للاسم لازم اكون عارفهم، اللي هم في هاي است دو وفير بيست دو وفي است داين نام. سؤال رقم 14 هالو، وحطيت له نقط زين دي، فلارا ردت قالت ايش بين بيتر هوبا كارل اوند ايه زند زي، لارا قالت اوس بولن. طيب هستخدم هنا ايه؟ طبعا ده السؤال بتاع الاسم، هنا اقول لها من تكون حضرتك يبقى فير من للعاقل، يبقى هنا هنحط فير. طيب وهنا هنحط طبعا عشان عندي هنا اوس، هي ردت هنا قالت اوس من ولسه قايلين من شويه، ادام قال لك اوس واسم البلد يبقى هسأل بأداة الاستفهام فوهير، يبقى هنا فوهير، يبقى الاختيار الصح نمر بي. طيب نشوف رقم 15 جوتن تاك فراو ألبرت نقط فونن زي ام مومنت اوند شبريشن زي جوت. طب هو عايز هنا أداتين استفهامين، فونن ده هو يعني يعيش، احفظ معايا بقى
لو ما بتاخدش درس او بتاخد وناسي افتكر معاي. فونن يعيش او يسكن، يبقى هسأل كده بأين، يبقى فو. طيب بعد كده احط ايش؟ بريشن زيجوت، ماذا تتحدث، يبقى فاس. ادوات الاستفهام لازم احفظه، يبقى الاختيار الصح نمر سي. نشوف مع بعض نمر بي. بيقول لي فراو اني است اي فاميليان نامي هانس. طبعا فاميليان نامي هو الفور نامي، هو النامي، يعني اقصد في السؤال لما باجي اسالك ما اسمك بقول لك في است اير نامي. طب لو بسال عن الاسم الاول في است اير فور نامي. طب لو بسال على اسم العيله في است اير فاميليان نامي. يبقى هنا اداه الاستفهام عندي في ما اسم العيله. رقم 2 ايش فوني ان كاسل und a wohnst du. قلت لك الفعل wohnst يعيش، لازم برضه هسال عليه بو اين. رقم 3 guten morgen her car leben، برضه زي wohnen leben يعيش، وفي الاجابه انا عندي اهو ان حرف الجر ان والبلد اللي الهير لسه قايل عليها، يبقى ان واسم البلد، يبقى هسال هنا بايه؟ بفو. رقم 4 بيقول لي في الإجابة هو أوس أسوان، من أسوان، يبقى الهير قال لك اربط حرف الجر يا ولا أوس بإيه؟ بأداة الاستفهام فوهير، أوعى تنسى يا بطيخة، حرف الجر أوس والمكان أو البلد، يبقى هسأل بفوهير، لكن لما يقول لي إن واسم البلد يبقى فو. بعد كده رقم 5، بص في رقم 5 بيقول لي إيه في الإجابة؟ إن أمريكا. طب هنا هو اسم البلد، يبقى هسأل إيه؟ بفو. طبعا في برضه طالب حافظ هنا يشوف الفعل شبريشت يتحدث فيقول لك فاس. طب ماشي، ما انت ترجم السؤال. فاس شبريشت مان انجلش، مين اللي بيتكلم؟ مين المرء اللي بيتكلم انجليزي؟ يعني ماذا يتحدث المرء انجليزي؟ ما مش هتيجي. طيب يبقى اين يتحدث المرء لغه انجليزيه؟ قال له ان امريكا، يبقى فو اين. دايما اخد بالي او احط عيني على الاجابه عندي، اشوف الاجابه فيها ايه. رقم 6 في است اير فور نامي، زيها زي الفاميليا النامي اللي قلناها، ما هو اسم الاول؟ قال له بيتر. رقم 7 بص معايا، قال لي ايه في الاجابه؟ ان كايرو، اسم البلد اهو في حرف الجر ان، يبقى على طول وانت مغمض عينك هتسال بفو على طول. ليه؟ انا هقول اين اين تتعلم لغه عربيه؟ قال له في القاهره، يبقى فو. المهم عندي الاجابه، الاجابه لو عاقل يبقى فير، لو ان واسم بلد يبقى فو، لو اوس واسم بلد يبقى فوهير، وهكذا. طيب رقم 8، طبعا رقم 8 الطالب حللها غلط، خلينا نعدلها مع بعض كده. رقم 8 بيقول لي است نادر، قال له اير است ايجيبتر. ايجيبتر ده يعني مصري، حلو كده، ايجيبتر مصري، فده جنسيه. قال لك الجنسيه هي الموطن والمنشا، ما هو انت جاي منين؟ منشأك ايه؟ يبقى دي الجنسية بتاعتك، يبقى قال لي ايجيبتر، يبقى هنا هسأل بفوهير، يبقى دي حاجة جديدة هي أول مرة يتقرر عليها. يبقى ادم بيقول لي جنسية، يبقى أنا بربطها على طول بالمنشأ والموطن بتاعي، ما بربطهاش بمكان السكن، لأ. المكان اللي أنت اتولدت فيه هو الجنسية بتاعتك، يعني أنا اتولدت في مصر لكن عايش في ألمانيا، يبقى أنا جنسيتي ايه؟ جنسيتي مصري. يبقى هو بيقول لي ارست ايجيبتر، يبقى هقول له فو هير، من اين يكون نادر. رقم 9 بيقول لي انشولدجونج، طبعا السؤال بتاع الاسم، في هايسن زي، ما اسم حضرتك. رقم 10 اهو قال لي ان ومديني البلد، يعني مديني ان اهو حرف الجر والبلد، يبقى هسه هنا فو اين، فو فونن زي، اين تسكن حضرتك. رقم 11 شبيلست دو جيرن، قال لي هنا فوسبال، يبقى هنا غير عاقل هسأل هنا بإيه؟ بفص، يعني ماذا تحب أن تلعب؟ قال له كرة قدم، يبقى هنا فص. نكمل مع بعض. سؤال رقم 12 بيقول لي شبريشت أنتون جوت، قال لي إنجلش. هنا إيه؟ هنا غير عاقل، هنا لغة، هسأل عليها بإيه؟ هسأل هنا بفص. رقم 13 بيقول لي زاجمال بيتا، زاجمال يعني قول لي، فاس شبريشت مان إن دوتشلاند، يعني المرء بيتكلم إيه في ألمانيا؟ قال له دويتش. طيب und spricht man deutsch auch؟ قال له in österreich. خد بالك من اللعبه هنا، هو قال له هنا فاس عشان قال له ايه؟ ماذا يتحدث المرء في المانيا؟ قال له لغه المانيه، فهيجي هنا يقول له und spricht man deutsch auch؟ قال له هنا ايه؟ in österreich. انا لسه محفظك من شويه حرف الجر ان ده اهو، والبلد بسال على طول بايه؟ بفو، عشان غالبا في طالب هنا بيختار غلط، بيشوف شبريشت ويقول لي فيه فصل، يبقى هنا فصل. لا، انا ليه علاقه بالاجابه، اهم حاجه الاجابه. الاجابه لو بسال على مكان ومعايا ام
يبقى فو أين. لو عندي هنا أوس يبقى فو هير. عايزين نحفظهم مع بعض بقى. طيب رقم 14 زجمل وبعدين بيست دو قال له أوس ليون أهي جات أهي أوس أهو أوس أهو من ليون يبقى هسأل بإيه؟ بفو هير. طيب وهنا أوند إيه ليك تدوس قال لي إن إن أهي يبقى هنا فو هير عشان أوس وهنا فو عشان إن بس كده. 15 نقط است يوليان ماين كوليجي اند نقط شبريشت اير دويتش يبقى هنا هقول هنا من فير وهنا فاس ماذا يتحدث هو عشان قال لي دويتش يبقى هنا فير يبقى نمر اتسي. نكمل مع بعض الاسئله اللي في 28 بيقول لي في اول نقطه فاس شبريشت مان اندين او اس ار. طبعا ده البلدان واللغات لازم برضه اكون مراجع عليهم كويس. الاو اس ار الولايات المتحده يبقى انجلش. رقم 2 ان اوسترايش شبريشت مان. طبعا في ثلاث دول بيتكلموا دويتش يبقى اول بلد دوتشلاند ودي شفايتس واوسترايش يبقى دول ثلاث بلدان بيتكلموا على طول دويتش. رقم 3 ايش كومي اوس بولن ايش سبريش وجود. طبعا اهو البلد بولن يبقى اللغه بتاعتها بولنيش. طبعا اللغات عشان اريح دماغي وانا بحفظ كلها نهايتها حرف الشين. الشين ده اللي هو الاس والسي والها تمام. طيب رقم 4 ايش سبريش وجود روسيش. انا بتكلم روسيش كويس يبقى انا جاي منين. ايش كومي اوس منين روسيش يبقى روسلاند. ما هو اللغة اللي بتكلمها كويس يبقى دي البلد اللي أنا جاي منها يبقى روسلان. رقم 5 إيش كومي أوس نقط زوش بريش إيش تركيش فليسند يعني تركيش بتكلم تركي ممتاز يبقى أنا كده جاي من أوس دير تركاي. رقم 6 إيش شبريش جود دويتش أنا بتكلم ألماني كويس. أوند أين أين ده بتيجي على طول مع بسيشن. أين بسيشن يعني قليل من. يبقى دلوقتي حفظت معايا كلمة اين بسيشن على بعضها معناها قليل من. بس ومديني الافعال متصرفة صح مع زي يعني كومن صح ليبن صح شبريشن صح هايسن صح. بس تعال شوف الاجابة ايه شبانش ده هنا لغة يبقى هسأل هنا هستخدم الفعل شبريشن عشان هو الصح هنا. رقم 8 ايش كومي اوس فينلاند انا جاي من فينلاند يبقى بالتأكيد انا بتكلم ايه اهي ادي البلد. اللغة هتجيبها ازاي اهي منها على طول فينش اخرها شين يبقى فينش. رقم 9 بيقول لي ايش ليه بان فين داس ليكت ان فين بتقع فين. طيب فين طبعا بتقع في النمسا اللي هي اوسترايش يبقى فين تقع فين في النمسا. رقم 10 علي است ايجيبتر علي بيكون مصري ايرش بريشت يبقى هو بيتكلم ايه ارابيش يبقى بيتكلم ارابيش كويس يبقى عايز الصفه اللي جوت جوت جيد جدا. رقم 11 بيقول لي زي اوس انجلاند اوس انجلاند هنا يعني من انجلترا يبقى الفعل الصح عندي هيكون كومن عشان اقول له هل انت جاي من انجلترا قال لي اه يبقى اوس انجلاند الفعل اللي بيجي معاها كومن ياتي من. فوش بريشت مان دويتش فو هنا ايه احنا لسه حافظينهم ادوات الاستفهام يعني اين اين يتحدث المرء الماني يبقى انا عايز اي بلد من الثلاثه لا اما دوتشلاند لا اما اوسترايش لا اما شفايتس طبعا هلاقي اندير شفايتس هي الصح. رقم 13 بيسألني بأداة استفهام تاني شبريشن زي قال لي انجلش اوند دويتش يبقى ماذا على طول يبقى فص عندي. نكمل الصفحة اللي قبلها. رقم 14 بيقول لي زين دي زي قال لي اوس ديم ايران احنا لسه متفقين لما يكون عندي اوس في الإجابة يبقى هسأل على طول بإيه؟ بفو هير. طب رقم 15 انا على طول هستخدم الفعل شبريشي ايش شبريشي جوت اندش دي لغه اللغات بتعرفها بتلاقي اخرها شين الشين ده الاس والتسي والها يبقى دي لغه يبقى انا عايز اقول اتحدث او اتكلم. برضو رقم 16 بيقول لي زي ايطاليينش طبعا دي لغه دي لغه برضو دي لغه فبالتالي هو كتصريف مع زي احترام زند صح شبريشن صح كومن صح هايسن صح بس عشان دي لغه فانا هستخدم شبريشن يتحدث. السؤال اللي بعده مديني على ادوات الاستفهام وخليني ماشي شبريشت مان فرانزوزش هنا ايه
إن فرانكرايش، هنا إن وبلد، يبقى على طول فو أين. رقم 18 إشكوما أوس أمان ماين موترش براخي إس، أنا جاي من عمان، يبقى لغة الأم بتكون إيه؟ طبعا أرابش. 19 ليكت إمبايرن قال لي إن دوتشلاند، إحنا خلاص حفظنا إن واسم البلد، يبقى على طول هسأل بفو أين. 20 دي هاوبتشتات فون إيجيبتن، يعني دي هاوبتشتات طبعا في كلمات الدرس لازم أكون مراجع عليها، يعني العاصمة، عاصمة مصر بتكون إيه؟ طبعا كايرو. رقم 21 بيقول لي شبريشس تدو جوت جريشش، قال له يا إش لي بيشون لانج إنها، شفت اللغة جريشش، لو أنا مش حافظ أو أنا يعني ناسي شوية أنا هجيب اللغة هجيب منها البلد، يبقى البلد هنا إيه؟ جريشن لاند. رقم 22 فايس تدو فو ايه هامبورغ، قال لي ان دوتشلاند، هامبورغ دي مدينه في المانيا، يبقى انا هقول له تقع، يبقى ليكت، ما ينفعش هنا اقول له فونت يعيش، اين تعيش هامبورغ، هامبورغ دي مدينه، لازم الفعل معاها يقع، اين تقع هامبورغ في المانيا. طيب بعد كده بقول لي است بيرن دي هاوبتشتات فون دوتشلاند، هل بيرن دي بتكون عاصمه المانيا؟ قال له ناين، ده مين اللي عاصمه المانيا؟ برلين. رقم 24 بيقول لي بيتر ايش نقط دراي سبراخن انجلش دويتش اند فينيش، كارل قال له فينيش اند ايش بريشت مانداس، قال له ان فينلاند. طيب انا هنا طبعا عايز اقول انا بتكلم ثلاث لغات، يبقى هنا استخدم الفعل ايه؟ سبريش، صح كده، انا بتحدث، يبقى سبريش. طيب خلينا في الثانيه، قال لي هنا في الاجابه ان واسم البلد، خلاص حفظنا من الاسئله اللي فاتت، ادام قال لي ان واسم البلد يبقى بسال بفو اين، يبقى الاختيار الصح سي. اخر سؤال في 25 ايش قوم اوس، ادام قال لي اوس هنا يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز بلد، صح كده. طيب يبقى انا عندي الاختيار ده مش نافع، يعني الاختيار ده كده بره ايه؟ بره الحسبان بتاعي، انا هنا ممكن ديت وديت وديت اكمل ايش بريشي ابا او جود، انا بتحدث، يبقى انا هنا عايز لغه، انا بتكلم، ها عايز لغه، فين اللغات؟ هلاقي دي ما فيهاش لغات، دول بلدين. طيب نمر دي هلاقي دي بلد ودي بلد، دي بلد ودي لغه، قلت لك اللغات من غير ما تحفظها هتلاقي اخرها شين، يبقى هي دي الصح اللي عندي، يبقى خد بال لما اكون عايز بلد يبقى انا عارف اسماء البلدان، عايز لغه عارف اللغات اخرها شين معايا، تمام، يبقى الاختيار الصح نمر بي. نكمل مع بعض الأسئلة العامة اللي في صفحة 30. أول سؤال بيقول لي إيه؟ طبعا هنا كوميست ولا كومي ولا كومين ولا كوم، طبعا الإيه ده هو أنا، النهاية بتاعته بتبقى إيه على طول، لازم هنا يا شباب نكون حافظين النهايات. تاني سؤال بيقول لي إيه؟ شبريشي بوت، بوت هنا أنا بتحدث، ها كويس أو جيد، يبقى أنا عايز لغة، ما أنا بتحدث إيه؟ إنجلاند دي بلد، انجلندر دي جنسية، دويتشلاند دي بلد، يبقى انا هنا عايز اللغة هلاقي انجليش. رقم 3 طبعا في هايست على طول، في هايست دو، عشان الدو هنا تصريفها مع الهايست، لكن امتى استخدم بيست؟ استخدم بيست لو كان بيقول لي هنا فير يعني من، يبقى في هايست دو يعني ما اسمك، لكن لو كان بيقول لي هنا فير اداة الاستفهام فير كنت هقول له فير بيست دو من تكون. رقم 4 تيم زي مال داس فوتو، ها است داس، قال له ماين كوليجي هانس، يبقى انا بقول له مين ده؟ من يكون هذا؟ يبقى بسال على العاقل، هسال عليه فير من. رقم 5 هايسن، يبقى هايسن هنا التصريف الصح مع زي احترام، عشان احنا قلنا زي احترام نهايتها اي ان. رقم 6 داس ماين كوليجن زاندرا، طبعا هنا داس است انها تكون زميلتي زندر، يبقى است عنده، لكن لو كان بيقول لي هنا زندرا اوند، اوند هنا يعني هو علي مثلا، يعني جمعهم لي جايب لي اسمين جمع، كنت بقول زين، لكن اسم واحد بس يبقى بقول است. رقم 7 است هير اول مضاء بيتي، هيقول له ايه؟ توتمر لايت، احنا اتفقنا قلنا توتمر لايت ده يعني يؤسفني، خلاص واحد بيتاسف، يبقى ده كده هير اولم ده موجود ولا مش موجود؟ لا اكيد مش موجود، ما هو بيقول لي توتمر لايت، يبقى انا هنا هقول له ماين، بيعبر على النفي.
نشوف السؤال الثاني معانا. بيقول لي فير ولا فوهير ولا في ولا فاس ليرنس تو دو؟ قال لي في الاجابه الدويتش اوند عربش، يبقى هنا بقول له ماذا تتعلم؟ يبقى فاس، اداه الاستفهام فاس. رقم 2 عندي ذي احترام، يبقى الفعل عندي اخره اي ان، يبقى ليبن. رقم 3 فير، ادي اللي بنتكلم فيها ما بين السؤال الثالث هنا اللي كان فوق وما بين السؤال الثالث هنا، هنا فير، ها بيست بقى بيست دو. 4 انديرش فايتس، في سويسرا، شبريشت مان، المرء بيتكلم اكيد دويتش، ما احنا اتفقنا اللي فيه ثلاث دول بتتكلم الماني. طيب رقم 5 قمت اوس فينلاند، قال لي في الاجابه توماس، توماس ده عاقل، يبقى هسال عليه بفير. اظن حفظت ادوات الاستفهام وانت معايا دلوقتي بتتابعني، فير يعني من، عشان بسال على عاقل. رقم 6 فراوزول دا بيتي، قال له نايم، فانا عايز اقول له ايه بالعربي؟ اقول له هل فراوزول موجوده هنا؟ فانا هنا هقول له ايست، فراوزول تكون موجوده هنا، قال له نايم. طيب رقم 7 هالو بين مروه، طبعا بين ده اهو بيجي مع الضمير ايش، عشان ده الفعل زين الشاذ اللي احنا لازم نحفظه، نقوله تاني مع بعض ايش بين دو بيس زي زين، دي يبقى هنا بين، يبقى انا هختار ايش. نشوف السؤال الثالث، بيقول لي فاس ومديني دو، طبعا الدو نهايتها يا شباب، النهايات دي لازم احفظها، النهايات الايش بتاخد ايه والدو بتاخد السيتي، يبقى ليرنست. رقم 2 كومست دو، قال لي اوس بولن، احنا برضه حفظنا مع بعض واحنا بنحل من كتر التمارين، قلنا اوس حرف الجر والبلد، يبقى بسال بايه؟ بوفوهير. رقم 3 بيست دو زندرا، هل تكوني زندرا؟ قال لي ايش بين مونيكا؟ ده الراجل غير الاجابه، يبقى هنا هيقول له ناين، لا انا اكون مونيكا. تمام؟ نشوف السؤال رقم 4 اشبريشن، اهو الفعل اخره ايه ان، يبقى هنا مع الضمير ايه زي احترام، دي النهايات. رقم 5 ايست هانس، قال له ماين نوير فروين، يبقى هقول له من يكون هانس، يبقى فير من للعاقل. رقم 6 ايش ومديني فينش، لازم ابقى فاهم ان فينش هنا لغه، ليه؟ عشان نهايتها حرف الشين اللي هي الاس واللي تسي والها اللي احنا قلنا عليه، عشان كده هو مديني التصريف صح يا شباب، يعني هنا مع الايش هتلاقي ناخرها ايه صح. طب الايش بين، ما ده تصريف الزين الشاذ مظبوط، قومي صح، ليه صح، هنا لغه، يبقى انا هنا هستخدم الفعل شبريشي هو الصح. يبقى في حاله لما يديك الافعال صح متصرفه، يبقى هو عايز الفعل المناسب على حسب سياق الجملة. رقم 7 داس ايست اي كلاوس، داس ايست كار، ماشي هو هنا مديني جملة مثبتة داس ايست كار، ان هو يكون كار، يبقى انا اقول ده مش كلاوس، يبقى هستخدم اداة النفي نيشت هنا، داس ايست نيشت كلاوس، انه ليس كلاوس، انه يكون كار. نشوف السؤال الرابع، مديني هنا الضمير دو، يبقى أنا عايز النهاية على طول فيها اس تي، يبقى هنا كومست. رقم 2 إيش هايسي إيفا باومان أوند في هايسن، يبقى هنا زي احترام. رقم 3 إيست إيرنامي أحمد حامد، يبقى هنا في في إيست إيرنامي. رقم 4 زندي زي هير بيدرو، هل حضرتك هير بيدرو؟ يا داس بن، أو البن ده هو بيجي مع الضمير ايه؟ مع الضمير ايه؟ انا. مع بعض رقم 5 ايه دويتش اند انجلش، نفس الكلام، ادي ايه متصرفه صح، ما هو ده نهايته ايه؟ وده نهايته ايه؟ وده كتصريف صح، ما هو زين، وده هايس صح. قال لا، امال يا هير هنا اختار ايه؟ ده مديني الاربع افعال اخرهم ايه صح مع الايش انا. هنا بيقول لي دويتش اند انجلش، يعني الماني وانجليزي، يبقى انا عايز اقول انا هتعلم او انا بتكلم، يعني مش اقول فوني يعيش، ومش اقول انا اسمي، لا، يبقى هنا ليرني هو الصح. رقم 6 بيست دو، قال له ايش بين اوس بون، حلو اهو اوس بون، اوس حرف الجر، من بون، يبقى اسال من اين، يبقى فوهير. رقم 7 في هايسن زي، طبعا في بدايه الكلام لما احب افتح معاك كلام فهقول لك انشولدهم، يعني معذره ما اسم حضرتك.
نشوف السؤال السادس. بيقول لي بوهير كنت علي ايه is نيشت. طبعا التركيبه دي بتاع اي دونت نو بالانجليزي لازم اكون عارفها، اللي هو انا لا اعرف، اللي هي على بعضها ايه انا لا اعرف، يبقى هنا فايس على طول ايش فايس از نيشت. رقم 2 طبعا عندي كومي اخرها ايه على طول مع الضمير ايه. رقم 3 بو اتزوريش، قال له ان ديرش فايس، طبعا زوريش دي مدينه، يبقى هنا مش هينفع اقول فونت ولا ليبت، حتى هو جايبهم مع بعض ليه؟ ما الاثنين نفس المعنى، عمره ما يجيبهم مع بعض لو عايز واحده فيهم. ليرنت يتعلم ولا ليكت تقع؟ قلنا لما بيسال عن مدينه اين تقع المدينه يبقى ليكت. رقم 4 خد بالك منها، داس فرانس اند هانس، هنا قال لي اسمين اثنين، يبقى انا في الحاله دي هقول زند في حاله الجمع. يبقى لما اقول ايست، اقول ايست يا شباب ركز معايا، اقول ايست لما يديني اسم واحد يقول لي فرانس يبقى انه يكون فرانس، او يقول لي هانس داس ايست هانس، لكن اسمين عندي يبقى هنا هقول زين. ان ومديني بلدان، شبريشت من ارابش، يعني عايز اقول فين بيتكلم المرأة عربي، طبعا هلاقي البلد الصح ايجيبتن. رقم 6 ماين نامي است لوكاس، اسم لوكاس ايش ايه، وبعد كده عمل سبيلنج للكلمة بتاعته للاسم بتاعه، يبقى ده يتهجى، هتلاقيه في الافعال بخش طابير، يبقى دلوقتي هيشتهجى بقى الايه الحروف، يبقى بخش طابير، يبقى الاختيار الصح بخش طابير. طيب رقم 7 ليه بيست دو يتست، قال له ان دير تو باي، خلاص حفظنا ان واسم البلد يبقى على طول فو اين. نشوف السؤال السادس، بيقول لي فوهير ومديني زي احترام. طيب قمت هنا غلط، ما هو زي احترام ده هو بياخد ايه ام، فونين ده هو غلط، ليه؟ فونين ده معناه عيش، وقلنا الفونين عمره ما يجي مع الفوهير، فونين يجي مع فو اين تعيش، يبقى ده تصريفه صح لكن كمعنى غلط. قمت هنا تصريفه غلط، اشبريشت ملهاش علاقة بالموضوع، أنا مش بسأل عن اللغة، يبقى هنا هقول زين ده هو الصح كتصريف مع الزين وكمعنى، من أين تكون حضرتك؟ فهمت تاني يا شباب النقطة ديت؟ يعني مش هينفع أختار فونن يعيش مع فوهير، فونن بسأل عليها فو أين. طيب ماين نامي استلارا أوند إيه؟ قالت لها ماريون، يبقى أوند دو. رقم 3 فاس ومديني زي احترام، يبقى الفعل اخره ايه ان، يبقى اشبريشن. رقم 4 في است اير نامي، هيرد يقول له نامي، يبقى ماين على طول ماين نامي. رقم 5 انتون اشبريشست، اهو الفعل اخره ايه اس تي، ده مع الضمير ايه، مع الضمير دو، واحنا اصلا اخذنا اللي لما يقول لي الاسم وقمة دي اسمها اسلوب مناداه مخاطبه، يعني بنادى عليه انتون وقوما، يبقى هنا بكلمه يبقى دوش بريشس. رقم 6 شوف في الاجابه بيقول لي ايه، بيقول لي فرانزوزش، اهو الشين اهو بحاول ابينها لك، الشين اهي في اللغه فرانزوزش، يبقى ادام لغه يبقى هنا على طول فاس. 7 اش كومي ايجيبتن، احنا خلاص اتفقنا كومي معاها حرف الجر اوس، يبقى انا جاي من مصر، لكن لو كان بيقول لي هنا ايش فوني كنت اقول ان ايجيبتن. طيب نشوف السؤال السابع، بيقول لي انشولدجون فراو هوبر دا، قال له ناين، يبقى هنا بسال على فراو هوبر موجوده يبقى ايست عندي. طب رقم 2 ايش لي بي يتست، انا عايش الان، ها عايز اقول فيه ولا من، لا انا اقول فيه، انا عايش فيه يبقى ان. رقم 3 بسال هايسن زي، يبقى في، في هايسن زي ما اسم حضرتك. رقم 4 فاس اشبريشست، الفعل اهو اخره اس تي، يبقى هنا مع الضمير دو على طول. رقم 5 ايش بيست ولا هايسي ولا ايست ولا ليرن وليد، طبعا هيبقى ايش هايسي، ده التصريف الصح عندي وكمان بيست طبعا ما تنفعش. رقم 6 ماين نامي استنادر، وبعد كده قال لي ايجيبتر، ايجيبتر ده هو ده كده جنسيه، عايز ابينها لكم في الكاميرا.
يبقى طبعا هنا هقول ايش بن انا اكون مصري، لكن لو كان بيقول لي اوس ايجيبتن كنت اقول له كومن. بعد كده عندي زي احترام يبقى اقول له زند زي رولف باو. نشوف السؤال الثامن، هالو است اندري، قال له داس بن ايش، ايش هنا عاقل يبقى بسال بفير، يعني مين اللي هنا بيكون اندرا، قال له داس بن ايش، انا ده. هاي ايش بن زيو اند هي ان بازل لانج، يعني عايز يقول له هنا انا بقى لي فتره طويله فين، ان بازل، طبعا ان هو حرف الجر ان واسم البلد يبقى هنا هستخدم ليبل. شبريشن زي جود بوي، بتتكلم الماني بس، قال له يا اند ايه جود انجلش، هقول له هنا اوف ايضا اند اوف، وايضا بتكلم انجليزي كويس. خلاص يا شباب يبقى اند اوف يعني تو ايضا. نكمل في صفحة 32 رقم 4، ايش بين اوز لوكسور داس ايه ان ايجيبتن، يبقى هنا هقول تقع انها تقع في مصر يبقى ليكت. رقم 5 ماين بيستر فروين دي ايست، ها لبنان، لبنان هنا بتاخد على طول اوز ديم. طيب رقم 6 مورجن فير زند، زند هنا يبقى مع زي احترام. 7 فاس دو جيرن، قال له هاند بال، يبقى طبعا ديت لعبه، ودو يبقى نهايته اس تي يبقى شبيلس. السؤال التاسع اول واحده ايش هاي ستيمو اون دي في اي داينامي است، طبعا طيب ايش ايه انتون باومان، يبقى ايش هاي سي، يبقى الاختيار الصح عندي نمر اه. رقم 2 هقول له هنا فير بيست دو، من تكون، ماريتا اون ها اون دي دو هانا، يبقى الاختيار الصح نمر دي، ركزوا معايا في الاسئله دي يا شباب. رقم 3 دو نقط ابا جود دويتش، يبقى هنا دو يبقى الفعل نهايته اس تي، هلاقي الصح عنده نمر دي، وتحت الايش بتاخد ايه يبقى ليه بصح، يبقى نمر دي هو الصح. رقم 4 بيقول لي ايش كومي، ها كومي ده بيجي معاها ايه اوز، طيب داس ليكت ان دير، خد بالك جفايتس دي بتيجي معاها ان دير، يبقى هنا الاختيار الصح نمر بي. رقم 5 عندي دو جود سبانيش، يبقى انا مستخدم هنا الفعل في اس تي، هلاقي عندي شبريشست ا وشبريشست نمر دي. اكمل ناين نو اين، ها اين ايه بقى اللي لسه حافظينها، اين بيسيشن كلمه على بعضها قليل من اين بيسيشن، يبقى الاختيار الصح ايه نمر دي. رقم 6 فير وعندي زي احترام يبقى زند طبعا عشان ده تصريف الفعل زين، يبقى فير زند زي ها ايش ايه ايش بين اندرا سمولر، يبقى نمر بي. رقم 7 ايش بريشت مان ايه جريشلاند، قال له جريشش، خد بالك هنا جريشلاند هنا دي بلد، يبقى استخدم معاها ايه ان عشان عايز اقول ماذا يتحدث المرء فيه جريشلاند، يبقى انا عندي ان اه وعندي ان في دي. طيب انا هنا في الاجابه عندي ايه جريشش، دي لغه، يبقى اللغه بسال عليها بايه بفص ماذا، خد بالك يعني عشان ما اقولش بو انا ما بسالش عن مكان، ده هنا جريشش دي لغه، قلنا اللغات اعرفها ازاي، بتلاقي نهايتها اس تسي ها حرف الشين، يبقى طبعا هنا هقول ماذا يتحدث المرء فيه جريشش جريشلاند، قال لي جريشش اللغه. السؤال العاشر والاخير معانا بيقول لي زند، طبعا هيبقى هنا زي احترام على طول، زند زي فراونهلا نايم بين هنا، يبقى ده الضمير ايه ايش، يبقى هنا زي وهنا ايش، يبقى الاختيار نمر بي. رقم 2 زي روسش، طبعا دي لغه روسش اهي ماشينا هي يبقى لغه، يبقى عندي الفعل اسبريشن. طيب يا داس است مايني، مايني ايه ها، قال لي اسكومي اوس روسلاند، يبقى موتر شبراخي لغه الام، موتر شبراخي يبقى شبريشن زي روسش، بتتكلم روسش، قال له يا داز است مايني موتر شبراخي ايش كومي اوس روسلام. السؤال الثالث هير اكرم فونن زي، على طول هنا هيبقى فو وفي الاجابه هتبقى ان، ده خلاص حفظناه عشان الفعل فونن يسكن ويعيش، يبقى اين. 4 دو سيلفيا نقط ريشتش، طيب هقول له هنا
رش ده يعني صح بالمناسبة، بتدل على الإثبات يعني يا على طول. أدم قال لي أيوة صح، يعني هنا أحط يا، هلاقي هنا الوحيدة هي بيست، ده بيست ويا اللي هي نمرة سي، بيست دو سيلفيا، هل تكون سيلفيا؟ يا رشتش، عشان رشتش ده بتعبر على الإثبات على الموافقة. طيب رقم 5 إيش كومي؟ أدم قال لي كومي على طول، يبقى أنا عندي أوس حرف الجر، أوس من. طيب اوندي دو هيقول لي ايش ايه، وانت قال له ايه ايش اور، يعني وانا كمان، يبقى الاختيار الصح هنا نمرة سي، ايش اور وانا ايضا. رقم 6 بيتي في است، ها في است ايه؟ تمشي معايا داين او تمشي اير. طب هاجي بقول ايه؟ هقول ايه نام؟ هقول ماين نامي استهانس، يبقى الاختيار الصح نمرة سي، يبقى بيتي في است اير نامي، ورد طبعا في الإجابة قال لي ماين، يبقى ماين نامي است هانس فيليكس. ركزوا في السؤال التاسع والسؤال العاشر تاني، ولو كده قرروهم تاني عشان فيهم أفكار، بيديني نقطتين اتنين، والنقطتين الاتنين لازم اختياري يكون صح. أنا لو اخترت الأولى صح النقطة الأولى صح والتانية غلط، يبقى الاختيار كله غلط. الفكرة هنا لازم اختار النقطتين معايا صح عشان اخد الدرجة كاملة. بكده نكون خلصنا الجراماتيك بتاع الدرس الاول، فاضل لنا المواقف ان شاء الله هنحلها برضو في خلال يومين او ثلاثة وننزلها على القناة. طبعا بداية حل الكتاب موجود.